السلام عليكم. قبل لا نبدأ لا تنسى وضع لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا كنت مشترك جديد حتى تشجعنا ننشر أكثر. اليوم راح ناخذ درس جديد بالبايثون، راح ناخذ موضوع الانبوت وايضا التحويل بين البيانات. اول شيء لو كان عندي هذا المتغير يساوينا هذي، اوكي اريد اطبع هذا المتغير فاقله print name. اوكي هذا اي. اوكي هنا لو اريد هذا المتغير اقراه من اليوزر، يوزر يدخل لي هذا المتغير، فاستخدم دالة اسمها input. اوكي input هنا اقول له مثلا your اوكي بس قال هنا insert your name please، مثلا قلت علي طبع لي هذا علي، مثلا هنا انا قلت ويلكم. علي قال لي ويلكم. اوكي هذا هو عملية الانبوت. لو ردت هذا الانبوت اشوف شنو نوع البيانات اللي اجتني، فمثلا اقول له print استخدم تيب المن لل name. لو جيت دخلت علي قال لي نوعه string str، لو جيت دخلت مثلا رقم ايضا قال لي نوعه str. هنا شنو العمل اللي احتاج اسويها؟ مثلا لو قلت له insert your age ويجي شخص من اجي او هنا ما احتاج اطبع ويلكم. اوكي فهنا مثلا insert your age من قلت له 22 طبع لي 22 هذه وهو نوع string، فهنا انا احتاج اقرا numbers، اقرا اعداد من ال من اليوزر. فهنا استخدم في شيء اسمه ال int، من اجي اقول له integer int وهذه من يجي الشخص هسه يدخل علي راح يطلع لي هذا الخطأ اللي هو value error. اوكي من يجي يدخل رقم طبع لي الرقم. طبعا مثل ما تشوفون احنا اخذنا بالدرس السابق انه ال exception اللي اخذناه من شلون تتعامل مع الاخطاء، فهنا هذا كانما شخص سوى لك raise value error، فحتى تتعامل ويا هذا الخطأ راح اجي استخدم ال try. try هذا value error as e، فهنا مثلا اقول print insert number please. اوكي هذا هنا شنو اللي راح يصير؟ انه اذا اجى شخص cls اجي نفذ، اذا دخل ارقام بدال او اشياء فهنا شوف قال له insert number please. اوكي هنا تحسس عليها ليش؟ لانه هو ما دام اكو value error يعني الشخص ما دخل value integer نوعها ارقام، دخل حروف، فهنا انا سويت كاتش لهذا الايرور وهو عرفته. هنا لو الشخص اجى عرض مثلا كتب رقم معين طبعا قال لي هذا نوع استر. طبعا هنا شنو اللي صار؟ انه الانتجر هنا انا انحذفت، فاقول له انتجر سلس طبع لي اياها كانتجر. لو كنت تريد الشخص مثلا وهذا التيب تريد تحوله الى سترين، فتقدر تجي هنا مثلا لو جيت قلت له ان انا اوكي هسه الشخص باعتبار دخل رقم، فهنا اقول له نيم يساوي اس تي ار كوسين نيم، وهذا حاجه سويت قلت له نيم يساوي سترينج للنيم، يعني هنا راح يرجع يتحول سترينج ويطبع لي اياه. فمن يجي عرض لي قل له 12 اوكي قل له عرض لي هذا الخطأ كانت اوبن فايل
عفوا قال لي بليز انسرت نمبر. اوكي، فاحنا تعلمنا بهذا الدرس انه اكو في شيء اسمه انبوت، هذه هي طريقة قراءة البارامتر من اليوزر. طبعا هذا الطريقة بالقراءة، هذه الطريقة انه لو كان داخل برنامج. اكو طريقة ثانية تقدر تقراها بهذا النوع، يعني شخص هنا مثلا يكتب اسم او عمره او في شيء، فهذه الطريقة يستخدموها بالارجوي. فهذا الارج بعدين نشرحه بموضوع المودلز وهذا المواضيع. لنرى عن هذا الدرس ونكمل باقي موضوع الباسورد في درس آخر.